تفشي فيروس كورونا يواصل سرعة الانتشار بالمملكة، فخلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 2325 حالة إصابة جديدة. أغلب الحالات المكتشفة تمت عن طريق التتبع الصحي للمخالطين. إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 47638، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 131 لكل 100,000 نسمة، على أنه بلغ في 24 ساعة الأخيرة 3.6 لكل 100,000 نسمة. رقم مهم في معدل حالات الشفاء تم تسجيله خلال 24 ساعة الماضية، حدد في 1230 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 32,806 حالات، كما تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة، أي بمعدل فتك يساوي 1.6 في 100. سجلت حالات الوفيات 32 لكل من مراكش 9 حالات وفيات، الدار البيضاء 8 حالات وفيات، فاس 4 حالات وفيات، وسجلت حالة وفاة بكل من صفرو، تازة، مكناس، أكادير، طنجة، تطوان، وزان، كويدلت، ورزازات، خريبكة وسلا. وحسب مسؤول وزارة الصحة فإن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 194 حالة، 54 منها تحت التنفس الاصطناعي.